لانه موسم ناجح جدا على مستوى الانديه، سواء فوز السيتي وتتويجه بالتشامبيونز ليج او فوز ويست هام بالكونفرنس ليج. خلينا نستقبل الان ارفن نجم ايفرتون وكريستال بالاس ومدرب ويست بروميتش السابق، وحاليا هو المدير او المستشار الفني لنادي ويست هام، هو ضيفنا في السادسه. خلينا نرحب بيه. مساء الخير واهلا وسهلا بيك، شكرا على مشاركتك واهلا وسهلا بيك في السادسه. You're very welcome. شكرا، شكرا جزيلا. يعني بدايه خليني، رغم ان في يمكن تناقض كبير، لكن خليني ابارك على تتويج ويست هام ببطوله الكونفرنس ليج، رغم انه الموسم يعني كان بيشهد معاناه كبيره جدا في الدوري الانجليزي. رايك في هذا الانجاز، وايه تفسيرك لفكره المعاناه اللي حصلت في مشوار الفريق في الدوري ورغم كده قدرته على التتويج ببطوله الكونفرنس ليج؟ حسنا، الدوري الانجليزي هو دوري صعب جدا، أن تواصل نجاحات في الدوري الإنجليزي هو الأمر صعب جدا. حاولنا أن نتكاتف وحاولنا أن نعمل كفريق، والفريق لديه لاعبون كثيرون لم يلعبوا للدوري الإنجليزي من قبل، ورغم ذلك وعدد كبير من هؤلاء اللاعبين عانوا من الإصابات في الفترة الماضية، فبالتالي أعتقد أننا واجهنا الكثير من الصعوبات على مستوى البداية في الدوري الإنجليزي. كان الأمر صعبا، وكان صعبا أن نواصل بعد ذلك وأن نتعافى من هذه البداية، وبعد ذلك بدأنا أن نفوز بالمباريات، والأمر قد أثر علينا سلبيا أن نخوض هذا العدد من المباريات في هذه الأسابيع والعدد القليل من الأيام بين المباريات، خصوصا أننا شاركنا في بطولات أوروبية، فبالتالي كان صعبا أن يتعافى اللاعبون من الإصابات، وهذا العدد من ضغط المباريات كان صعبا علينا. ولكن هذا كان موسما ناجحا لويست هام، قد أمننا مركزا جيدا وأمننا فوزا ببطولة أوروبية، وكان هذا الفوز بهذه المنافسة كان أمرا رائعا لويست هام. الفوز ده والتتويج ببطوله او بلقب اوروبي بالتاكيد بيرفع من سقف احلامكم وطموحاتكم للموسم اللي جاي. ايه اللي بتحلموا تحققوه، وهل في يعني خطه لتحقيق مركز معين او تحقيق لقب معين الموسم القادم حتى على المستوى المحلي بصرف النظر عن المنافسه الاوروبيه؟ بالطبع، كان قد أنهينا موسما رائعا على مستوى البريمير ليج، ونحن نعمل باستمرار، فأعتقد أن هذا الموسم قد قمنا باستقدام العديد من اللاعبين، وأعتقد أن هؤلاء اللاعبين لديهم القدرة على التكيف مع الدوري الإنجليزي، وأعتقد أن المراكز لدينا الآن ليس لدينا أي احتياجات خاصة بمراكز الفريق. أعتقد أننا سنكرر الإنجاز مرة أخرى، أعتقد أننا سيكون لدينا استمرار جيد في البطولات الأوروبية، وأعتقد أننا سننهي بمركز متقدم في البريمير ليج هذا الموسم، وأعتقد أن الحفاظ على هذا الموسم وأعتقد أن الحفاظ على هذا النجاح سيكون صعبا كما فعل برايتون ونيوكاسل من قبل. طيب أنت الحقيقة يعني صاحب مشوار طويل في الكرة الإنجليزية يعني، ومع أندية متعددة، ويمكن هسألك سؤال ليه علاقة بخبرتك الحقيقة في مجال كرة القدم مش بس في الموسم ده. هو صحيح واحد من انجح مواسم الكره الانجليزيه على المستوى الاوروبي، بنتكلم على تتويج المان سيتي بالتشامبيونز ليج وتتويج ويست هام بالكونفرنس ليج، وبالتالي اكيد طبعا ده ياكد على نجاح الكره الانجليزيه، ومن قبلهم حتى قبل كده في المواسم الاخيره قدر تشيلسي انه يحقق اللقب على حساب السيتي برضو في بطوله تشامبيونز ليج، قدر ليفربول انه يحقق البطوله في موسم من المواسم على حساب توتنهام. يعني دايما الانديه الانجليزيه حاضرة وبقوة للمنافسة على ألقاب الأندية الأوروبية، لكن ليه ده ما بينعكسش على مستوى المنتخب الإنجليزي، وليه ما بنشوفش المنتخب الإنجليزي قادر على تحقيق الألقاب في المسابقات اللي هو أو المنافسات اللي هو بيشارك فيها؟ في البداية أنا اسكتلندي، أنا لست إنجليزيا،
أعتقد أن التعليق على أداء المنتخب الإنجليزي سيكون صعبا، ولكن أنا أستطيع أن أقول أن لدي توقع كبير للمنتخب الإنجليزي. لديه فريق كبير، لديه لاعبين على مستوى عالي. أعرف أن جاريث ساوثغيت هو مدير فني كبير، يستطيع أن يفعل الكثير مع المنتخب. أعتقد شخصيا أن أي منافسة تشارك فيها إنجلترا يكون لديها حظوظ كبرى في المنافسة، وأتوقع أن إنجلترا أعتقد أن إنجلترا ستفوز قريبا بكأس عالم وأمم أوروبا، فأعتقد هذا. طيب خليني أسألك على الناحية الثانية فيما يتعلق بالدوري أو مسابقة الدوري الإنجليزي نفسها، ويمكن ما حدش ينكر انها يمكن يعني الاغلبيه يتفقوا انها اقوى وافضل بطوله دوري على مستوى الكره الارضيه، ولكن يمكن كان واحده من اهم عوامل تميز المسابقه دي هي قوه المنافسه، عدم القدره على توقع مين هيكون البطل. حتى شفنا في سنه من السنوات ليستر سيتي بيطلع من الشامبيونشيب عشان يفوز ويحقق لقب بريمير ليج في واحده من المفاجات الكبيره جدا. لكن في السنوات الاخيره يبدو وكان السيتي يعني فرض قبضه حديديه على لقب بريمير ليج، وده يمكن من وجهه نظر كتير من الناس اضعف المسابقه من ناحيه قوه المنافسه. هل تعتقد انه السيتي هيظل مسيطر، ولا من الوارد جدا انه في السنوات القادمه نشهد تغيير، ولا شايف انه الدوري الانجليزي بيسير نحو نفس مصير البوندسليغا او الدوري الالماني، سيطره من بطل واحد لفترات طويله جدا زي بايرن ميونخ؟ من الواضح لأن مانشستر سيتي هو فريق رائع، نعم يستطيع الحفاظ على نجاحاته في موسم بعد الآخر. وأعتقد أن كان يوجد منافسة من ليفربول وأرسنال، وأعتقد أن استمرار فوز مانشستر سيتي كان الفريق جديرا بذلك، ولكن أن نرى مانشستر سيتي يفوز بدوري الإنجليزي لرابع مرة على التوالي على سبيل المثال بسهولة، أعتقد أن هذا أمرا صعبا. فلذلك أعتقد أن قوة البطولة لن تتأثر، بالعكس ستزداد قوة، بخصوصا مع دخول برايتون ونيوكاسل في الموسم القادم للمنافسة وبقوة. طيب خليني أسألك كمان على اللاعبين المصريين، يعني وأنا الحقيقة يمكن يعني هستدل في كلامي أو هستشهد في كلامي بنجاح تجربة صلاح مع ليفربول، ومحمد النني لغاية فترة مش بعيدة قوي مع الأرسنال، ومن قبلهم في أسماء لعيبة كتير مصرية لعبت في الدوري الإنجليزي وقدمت مردود جيد، يعني احمد محمدي كان ليه تجربه اكتر من رائعه مع عدد كبير جدا من الانديه. هل هو شرط، هل انتوا بتفكروا في الانديه الانجليزيه انه اللاعب المصري لابد ان هو يعدي بكذا مرحله، او انه ينتقل الاول لاوروبا ويلعب في انديه صغيره وبعد كده ينتقل منها للدوري الانجليزي، ولا من الممكن ان احنا نشوف لاعب بينتمي لنادي مصري يتم شراؤه مباشره للعب في احد انديه الدوري الانجليزي؟ ازاي بتفكروا في السوق المصري، او ازاي بتفكروا في اللاعب المصري؟ في البداية أنا أود أن أقول أن يوجد العديد من اللاعبين المصريين الناجحين في الدوري الإنجليزي، وبالطبع محمد صلاح هو أبرزهم، هو واحد من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي. فبالتالي أنا متأكد أن كل نادي في الدوري الإنجليزي واع جدا للمواهب المصرية ويراقب المواهب المصرية عن قرب. فلا شك أن الأندية المصرية تخرج العديد من المواهب وقادرة على إخراج العديد من المواهب الخاصة بالبريمير ليج. إزاي بتبصوا لقارة أفريقيا؟ يعني يمكن في كتير من الأندية اللي افتتحت أكاديميات هنا وقررت أنها تستثمر في فكرة يعني تحضير أو تجهيز الناشئين الأفارقة في أكتر من دولة. هل ده يدخل في يعني من ضمن اهتماماتكم، وازاي بتبصوا للاعب الافريقي بشكل عام واللاعب المصري بشكل خاص؟ حسنا، اللاعب الافريقي هو يستطيع ان يؤدي بشكل رائع في الدوري الانجليزي.
قواعد وقوانين بلدنا تحتم علينا بشكل خاص أننا لا نستطيع أن نقوم بمثل هذه الأعمال خاصة بالأكاديميات في أفريقيا. أعتقد الطريقة الوحيد للبريمير ليج لاستحضار اللاعبين هو أن ينجح اللاعب في إقناع الفريق وأن ينجح اللاعب على المستوى الدولي لاستقدامه وأن يستخرج مواطنة أوروبية للتمكن من اللعب في الدوري الإنجليزي. لدينا قوانين تحكمنا. أعتقد أن الأمر سيكون أسهل إذا أتى من دولة أخرى. أعتقد أننا سنستكشف ذلك في المستقبل. تجربة الدوري السعودي السنة دي أو من السنة اللي فاتت بدأت الحقيقة بصفقة كان البعض بيظن أنها مجرد صفقة عابرة. صحيح نجم بحجم كريستيانو رونالدو وانتقاله للنصر كان مفاجأة كبيرة جدا، لكن الحقيقة بدأت المفاجآت تتوالى، والموسم ده تحديدا اتحركت الأندية السعودية لشراء نجوم كتار، منهم نجوم بارزة جدا وأسماء كبيرة في الدوري الإنجليزي زي طبعا نجولو كانتي، زي إدوارد مندي وكريم بنزيما من أسبانيا، يعني في أسماء كتيرة وما زالت القائمة يعني تطول. هل ده مقلق بالنسبه لكم؟ وهل سقف التعاقدات دي ممكن يربك حسابات الانديه الانجليزيه؟ بنسمع عن ارقام وعقود بارقام يمكن ما شفتهاش او يعني ما شاهدهاش معظم الانديه الانجليزيه في السنوات الاخيره. هل ده ملفت للنظر او مقلق بالنسبه للانديه في انجلترا واستهام على وجه التحديد؟ حسنا، ليس رائعا ان نرى اللاعبين الكبار في الدوري الانجليزي ينتقلون لأي دوري في العالم ولا أخص الدوري السعودي. هذا الأمر ليس جيدا. فبالتالي سأكون مهتما أن أرى التطور الذي سيحظى به هذا الدوري ونرى إذا كان دوريا استثنائيا على مستوى القوة في الموسم القادم، خصوصا أنه أحضر لاعبين استثنائيين على مستوى عالي من أوروبا. الوقت والزمن هو من سيخبرنا بما سيحدث على مستوى الكرة السعودية وتطورها. فأستطيع أن أقول أن هذا سيكون أمرا شيقا لنراه، ولكن من وجهة نظري الخاصة لا أحبذ أن أرى اللاعبين الكبار من الدوري الإنجليزي خارج الدوري الإنجليزي، لأنني أود أن أرى الدوري الإنجليزي دوما على نفس مستوى القوة. طيب خلينا كلامك على ميركاتو وأهم الصفقات والانتقالات. انتقال جوندوجان من السيتي إلى برشلونة، انتقال كوفازيتش من تشيلسي للسيتي، وانتقال جود بيلينغهام من بروسيا دورتموند لريال مدريد. أي هذه الصفقات تعتبرها صفقة الأهم والأكثر نجاحا أو تأثيرا؟ في البداية هذا سؤال جيد. من الواضح أن جوندوغان ذهب من مانشستر سيتي لبرشلونة وأن هذا سيضعف مانشستر سيتي، ولذلك استخدامه كوفازيتش ولا أرى أنه البديل الأميز، ولكن جوندوغان أدى موسما رائعا مع مانشستر سيتي على المستوى الفني في آخر المواسم. نعم بالطبع سيكون انتقال جوندوغان لبرشلونة خسارة كبيرة، ولكن اعتدنا على المفاجآت، فمانشستر سيتي سيستمر في أدائه. وما حدث في المواسم الماضية من استخدامات وتبديلات لم يؤثر. هذا قد أدى موسما استثنائيا في آخر موسم. أعرف أن جوندوغان لاعبا استثنائيا، وأعتقد أن مانشستر سيتي اعتمد عليه كثيرا، ولكن أستطيع أن أقول أن بيب سيستطيع أن يعوض ذلك. وبيلينغهام نعم هو نشأة مختلفة خارج إنجلترا خصوصا في ألمانيا. هو لاعب بشكل واضح أنه لاعب رائع، الجميع يعرف أنه لديه مستقبل باهر في كرة القدم.
كلاعب وعلى المستوى الشخصي كذلك. اسمح لي اسالك بس، سانشو تالق في صفوف بروسيا دورتموند وانتقل الى مان يونايتد ولم يقدم الكثير، عثمان ديمبلي تالق في بروسيا دورتموند وانتقل الى برشلونه ولم يقدم الكثير، هل تتوقع ان تجربه انتقال جود بيلينغهام تكون مختلفه، وخصوصا انه انتقل طبعا للنادي الاكبر في اوروبا نادي ريال مدريد؟ أتوقع، نعم أتوقع أن بيلينغهام سيؤدي موسما ناجحا، هو لاعب كبير، لاعب رائع، وعلى المستوى الشخصي هو شخص مميز، أستطيع أن أقول سيستمر في التطور والتحسن مع ريال مدريد، هو الآن في أفضل نادي في العالم، فهي نقلة كبيرة له، وأستطيع أن أقول أنه سينجح مع ريال مدريد. أعلن أرفن طبعا نجم إيفرتون وكريستال بالاس السابق والمستشار الفني لويست هام، مرة ثانية ببارك لك على التتويج ببطولة الكونفرنس ليج، وكل التوفيق ليكم في موسم جديد في البطولات الأوروبية أو الإنجليزية.